بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث في موضوع أحكام المواريث، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن ميراث الإخوة والأخوات، فنقول وبالله التوفيق: لنعلم أن الإخوة ينقسمون إلى صنفين. الصنف الأول الإخوة لأم، قد قال الله تعالى في بيان ميراثهم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالمراد بالإخوة في هذه الآية الكريمة الإخوة من الأم، بدليل أن الله تعالى جعل للمفرد منهم السدس وللعدد منهم الثلث، ذكرهم وأنثاهم في ذلك سواء. وأما الإخوة لغير أم فليسوا كذلك، لأن الواحد منهم إذا انفرد يرث كل المال، وعند اجتماعهم يرثون المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين. والإخوة لأم قد يكونون ليسوا من قبيلة الرجل ولا من عشيرته، وإنما هم في المعنى من ذوي رحمه. فرض الله لواحدهم السدس ولجماعتهم الثلث صلة، وسوى فيه بين ذكرهم وأنثاهم، حيث لم يكن لذكرهم زيادة على أنثاهم من المعاضدة والمناصرة كما بين أهل القبيلة الواحدة والعشيرة الواحدة، فسوى بينهم في الصلة. وشرط سبحانه لتوريث الإخوة لأم أن يكون الميت يورث كلالة، والمراد بالكلالة عدم الأصول وعدم الفروع، وهو قول أبي بكر الصديق وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإخوة لغير أم وهم الإخوة لأبوين أو الإخوة لأب، فقد ذكر سبحانه وتعالى ميراثهم بقوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وقد سبق أن المراد بالكلالة من لا ولد له ولا والد. قال الإمام العلامة ابن رجب رحمه الله: وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأولى، لأن انتساب الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده، فكان ذكر عدم الولد تنبيها على عدم الوالد بطريق الأولى. قد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الكلالة من لا ولد له ولا والد، وتابعه جمهور الصحابة والعلماء بعدهم. فقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني إذا لم يكن للميت ولد بالكلية لا ذكر ولا أنثى فللأخت حينئذ النصف مما ترك فرضا. ومفهوم هذا أنه إذا كان له ولد فليس للأخت النصف فرضا، ثم إن كان الولد ذكرا فهو أولى بالمال كله، وإن كان الولد أنثى فليس للأخت النصف بالفرض، ولكن لها الباقي بالتعصيب عند جمهور العلماء. قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني أن الأخ يستقل بميراث أخته إذا لم يكن لها ولد ذكر أو أنثى، فإن كان لها ولد ذكر فهو أولى من الأخ بغير إشكال، فإنه أولى رجل ذكر. وقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني أن فرض الأختين الثلثان كما أن فرض الواحدة النصف، فهذا كله في حكم انفراد الإخوة والأخوات. وأما حكم اجتماعهم فقد قال تعالى فيه: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردين. أما إذا كان هناك
ذو فروض من الأولاد أو غيرهم كأحد الزوجين أو الأم أو الإخوة لأم، فيكون الفاضل عن فروضهم للإخوة والأخوات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط. أما إذا اجتمع الصنفان الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فإن الإخوة الأشقاء يسقطون الإخوة لأب بغير خلاف. وفي المسند والترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر، والشقيق أولى من الأخ لأب. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين يرثان الثلثين، والمراد بهما الأختان لغير أم بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء، ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدا، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، وهو قوله تعالى في البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومعلوم أن البنات أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخوات، فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثرن فكذلك الأخوات من باب أولى. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى: فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات. قوله تعالى: يبين الله لكم، أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. قوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. فتلخص مما مر أن الإخوة لا يرثون إلا في مسألة الكلالة، وهو من لا ولد له ولا والد، كما قال بذلك أبو بكر الصديق والجمهور. وأن الإخوة صنفان: الصنف الأول الإخوة لأم، وهم المذكورون في أول سورة النساء في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة الآية. والصنف الثاني الإخوة لغير أم، وهم المذكورون في آخر سورة النساء في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وهم صنفان: إخوة أشقة وإخوة لأب، فإذا انفرد أحد الصنفين ورثوا جميعا، وإذا اجتمع الصنفان قدم الإخوة الأشقة على الإخوة لأب. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.